الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان قدمت من خلالها لجنة الصحة النيابية تقريرها حول كارثة مستشفى ابن الخطيب، والذي خلص إلى وجود تقصير من قبل إدارة المستشفى لعدم وجود أنظمة إطفاء ذاتية للحرائق وسماحها لأكثر من شخص بمرافقة مرضى كورونا مصطحبين معهم أدوات الطبخ داخل ردهات المرضى. جلسة مجلس النواب لهذا اليوم هي جلسة استثنائية طارئة، ولجنتنا لجنة الصحة والبيئة النيابية قدمت تقرير أولي نهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على الموقف وإنقاذ الموقف، وثانيا إلى كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسباب التقصير أو الإهمال وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المقصر أو المهمل. أهالي الضحايا ما زال كثير منهم يذرفون الدموع وينتقلون بين المستشفيات علهم يعثرون على بقايا ذويهم الذين أحرقت أجسادهم نيران مستشفى ابن الخطيب وأخفت معالمها. طلعنا إحنا بالعشرة، عشرة مفحمين محترقين اللي طلعناهم، ما عدا اللي بقوا يعني كان طافي الكهرباء وظلمة ما ينشافون، اللي جوا السدية باقي محترقين، يعني كلش الوضع غير ثالها. إدارة المستشفى هي مقصرة في ذلك. شلون؟ أولا ماكو مصاعد سلم أكثر من اللازم، يعني الردها اللي موجودة بها منفذ واحد، إذا حدث شيء معين ماكو منفذ طوارئ. المستشفى مال الزعفرانية ترست لك الثلاجة، وآخر شيء قاموا يذبون بالساعات مال يم الثلاجات، زين، وهاي دا يشاهدون قدامكم، زين، يعني اليوم يعني كل سيارة جنازتين ثلاث. بعد مرور ثلاثة أيام ما تزال مستشفى ابن الخطيب مسرحاً لخبراء الأدلة الجنائية وفرق الدفاع المدني للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة. تقرير البرلماني حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب وصف من قبل الكثيرين هنا بالسطحي، والذي لم يسلط الضوء على المتسببين بوصول قطاع الصحة في البلاد إلى هذا الانهيار. سامر الكبيسي، العربية، بغداد.